ايوه 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 هنا يا فاطمه كتر خيرك، ابقى اوديهم انا. هنا ده ايه؟ الشوال ده دلوقتي يخش على اوضه الخزين. طيب هاتي عنك بقى يا فاطمه. هي اللي توديه، وانت خليكي هنا عشان عايزاكي. طب معلش يا فاطمه توديهم انت؟ بعد يا حبيبتي ما تدخلي الشوالي بيطلعي فوق عشان تنضفي لي المقعد، وبعدين تنزلي تعجيني وتعملي لي فطيرتين. اصل انا بصراحه نفسي في الفطير. حاضر يا ست. معلش يا فاطمه، هو رزق يا اختي. يا اختي هو حد يقول للرزق لا؟ احمدك ونشكر فضلك يا رب. على مهلك على مهلك. بس شهالي اللي جاب البيت دي هنا. لو انت ما دريتيش يا ست. لا ما دريتش. اصل ابو العيلي جوز ايه وقع امبارح من فوق وابور الطحين ورجليه اتجبرت، فاني قلت يعني. طب بس انت هترفعلي الضغط. بيديها 3 ساخ جتك القرف انت وهي. 3 ساخ بس؟ يا لهوي بالي، قالوا عايزاها تشيل وتحط وتعجن. يلا اديها هني حته بخمسة من معايا. جيب انت غلبانه برضه. بابا بابا عاوز عسليه. بس يا ولي احنا في رمضان. افرد رجلي. ولقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر، بل ومن أكبر الكبائر، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ثم جلس وقد كان متكئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. فيا أيها الإخوة الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم وشهادة الزور، فإنها تنتصر للباطل على الحق، وتنتصر للكذب على الحقيقة. فلا خير في أمة توارت فيها الحقائق وتعثرت فيها الحقوق. حنان حنان. ايوه تعالي حنان. ايوه النبي حنان، إلهي يا رب ربنا ما يسيئك. اطلعي لحد الست قولي لها بس ان انا خلصت شغلي كله. كتر خيرك يا فاطمه، امسكي. هي سايبالك دول معايا. كم دول؟ ايه ده يا حنان؟ كل ده عشاني؟ دول اقل من تعبك وشقاك يا فاطمه. دول فضل وعدل من ربنا يا حنان. احمدك يا رب ونشكر فضلك عالم بحلي. إلهي يا رب يا ست يعمر بيتك ويوسع رزقك، امين يا رب. طب يلا بقى روحي لابو العيله والعيال، احسن دول زمانهم استعوقوكي على الاخر. ربنا يخليك يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني عليكي بنت فرحانه فرحه مجنون. بيقول ايه بقى الشيخ محمود في خطبه الجمعه دي؟ هو كلام فارغ يا عم، ده عمال يتكلم عن الكفر والكفار واعداء الدين وكلام من ده. يعني هو مش هيشيلنا من دماغه؟ هو ما وراهوش غيرنا ولا ايه؟ ما جابش سيرتك خالص يا عم، ده يقدر
يبقى بيلاح بالكلام. ما يلاح، سيبه يلاح زي ما هو عايز. لما يجيب سيرتك بصريح العبارة يبقى لنا كلام، ولكل مقام المقال. شوف يا شيخ مبروك، أنا بقول يعني إن خطبة الجمعة دي لازم تتكتب في ورق وتتعرض علي أنا الأول قبل الجمعة كده بوقت كافي، يعني أسبوعين ثلاثة كده ولا حاجة، أقراها واطلع عليها وأقول يعني إذا كانت تنفع ولا تتغير. مين اللي يقراها يا عم؟ نقراها. ايوه نقراها يا عمد، مظبوط. ما هو ده اجراء امن يا عمد، ومن حقك، مش انت العمد. ايوه، وفيه اجراء تاني يعني كنت عايزك تبعت تجيب البنت فاطمه اهي يعني تساعد حفيظه في الدوار. وده علاقته بخطبه الجمعه يا عمد؟ لا ده علاقته يعني بينا هنا في الدوار. ايوه فاهم يا عمد، دي البنت تستمنى يا عمد. ايوه، مش انت يعني بتقول انها بنت غلبانه هي وجوزها وعندها عيال، اه تسترزق. انا يا حبيبي مش ناقصني حد علشان يجي يخدمني، الدوار مليان خدامين اكتر من الهم على القلب. ازيك يا ست حفيظه؟ اهلا يا اخويا، انت كمان. يا ساتر يا رب، انا قلبي عليك يعني يا حفيظه، يعني بيقول البت يعني لهلوبه وشغلتيه وغلبانه برضو يعني ومش لاقيه اللضه، فانا بقول يعني من ناحيه تخدمك ومن ناحيه تسترزق. تسترزق هي وتبصبص انت يا فلاتي. شوف الوليه بقى وضميرها النيلي يا اخويا، مش بدل ما تتهد وتتقي ربنا كده وتروح تشوف نفسك يمكن ربنا يرزقنا. اني صح سليم يا اختي والحمد لله، الدور والباقي عليك انت. انا مش معيوبه، جربت وعملت كل حاجه ومتاكده اني سليمه. لا، الارض هي الاساس يا حفيظه. الارض عفيه وجواده، الركع على البذره الميته المعفنه. صلوا على النبي يا جماعه، امال مش كلام دي؟ قوم بينا يا شيخ مبروك، قوم دي ناويه على وصله ردح في يوم الجمعه. يا اخويا وانت مراعي جمعه ولا سبت؟ مش بدل ما تتقي ربنا يا عره الرجاله والعمد، يا بتاع النسوان يا بتاع الخدامين. طب اخدميني انت يمكن ربنا يكرمك.